وبينما تهاوى كل شيء قالت: لا تحزنا يا ولدي. ولكنها لم تكن مجرد قصة، لأن شيئا سيحدث. لحظة، بل زمن يعود به إلى الوراء. بقايا الطريق راحلا الى سفر This is after one person has been killed. الى قدر وعد نفسه به، الى قرار قد اختاره واتخذه، كان ما بل رمى باردة وسلام. بحكي معك عشان المبنى تبعكم مستخدم وراح يتم قصفه بعد 10 دقائق. El Congreso aprobó la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Cualquier manifestación está ahora prohibida. مباركة أنت في النساء. ضيعت حالي سنين وأنا عم بمشي على حد الشفرة، سنين كل يوم بدفش حالي دفش للحفرة، بشوف الخطر واقف بوجهي بخاف. ابعت لي جواب 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 وطمني، ولو انه عتاب 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 لا تحرمني. ابعت لي جواب. تشيك 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 تشيك. صباح الخير أستاذة وليد، لقد تأخر عن الموعد. شكرا لك أيها البحر لأنك استقبلتنا بدون فيزا.